وللمزيد تنضم إلينا جيرمين إبراهيم مراسلة التلفزيون المصري من مقر انعقاد جلسات الحوار الوطني. جيرمين، بعد التحية ضعينا في أهم ما رصدتيه من جلسات الحوار الوطني اليوم. نعم، بعد التحية بالفعل نتابع معكم في هذه التغطية الحية والمستمرة فعاليات الحوار الوطني بجلساته المختلفة. اليوم هو مخصص للمحور الاقتصادي بلجانه، حيث تناقش لجنة الدين العام وعجز الموازنة والإصلاح المالية جلستين عن إصلاح الإدارة المالية، بما يشمل ذلك شمولية الموازنة وترشيد الإنفاق وتعزيز الإيرادات. في إطار هذه الموضوعات بيتم الحقيقة طرح عدد كبير من الأفكار والاقتراحات من خلال المشاركين في هذه الجلسات وفي هذه اللجنة بشكل خاص. فالبعض تحدث عن استخدام الأدوات المالية بطريقة سليمة، وأيضا الإصلاح الضريبي، تحدثوا عن الاتجاه نحو الضرائب التصاعدية والمباشرة مع تبسيط الإجراءات وإلغاء الإعفاءات. البعض أيضا تحدث عن وضع مفهوم لشمولية الموازنة وكيف يمكن تعزيز هذا المفهوم، أيضا إصلاح الإنفاق العام وخفض الإنفاق غير الضروري والمظهري. أيضا كان هناك حديث عن الحفاظ على الاستثمارات الدافعة للنمو مما يؤدي إلى ارتفاع العائد على رأس المال، وأيضا توليد المزيد من الموارد العامة خاصة من الأصول المملوكة للدولة وغير المستغلة. أيضا كان الحديث عن تأكيد وصول الدعم لمستحقي، والحديث أيضا عن فكرة الدعم وكيف يقدم ولمن. بالتوازي في نفس التوقيت عقدت لجنة السياسات الصناعية جلسة مشتركة بين لجنة الصناعة والاستثمار الخاص للحديث عن توطين وتعميق وتشجيع الصناعة المحلية، وأيضا تشجيع الصناعات الصغيرة والمتوسطة. في هذا الإطار تم تناول عدد كبير من الملفات، منها كيف يمكن تقديم حوافز للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وتقديم الدعم لها وتشجيع. البعض تحدث عن الإعفاء الجمركي، أيضا كان الحديث عن مراجعة التشريعات الضريبية وتوفير المواد الخام المحلية لترشيد الواردات، وأيضا تعظيم قيمة الصناعات المحلية، والحديث عن التحديات التي تواجه تعميق الصناعة وتوطينها وكيف يمكن التغلب على كل هذه التحديات. إذن حديث مستمر حتى الآن، وأيضا بيستمر في جلسة ستبدأ بعد قليل لمناقشة نفس الموضوعات على مدار اليوم للوصول في النهاية بتوصيات ترفع لرئيس الجمهورية. أعود إليكم مرة أخرى في الاستوديو. نعم، ونحن بدورنا نتابع معك جيرمين إبراهيم مراسلة التلفزيون المصري، شكرا جزيلا لك.